أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وسبحان الله العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أحبائي، فيديو جديد من أعمالنا اليدوية إن شاء الله يعجبكم. شغلنا لهذا اليوم هو هذا السوار، مثل ما تشوفون، شوفوا عيني، هاي السوار بسيط وحلو، وممكن استعمله من بقايا الخرز اللي موجودة عندي انه تفيدني بهذا الشغل. شغل بسيط وحتى سريع همينة، ان شاء الله حتشوفون طريقة العمل مالتنا. احبائي، المواد المطلوبة لعملنا لهذا اليوم، تلاحظون النمنم القياس العادي، يعني لا هو الحجم الكبير ولا الصغير، اللون البيجي او الاوف وايت، اللون الماوي، والخرز استعملتها باللون الماوي. خلنا نبدي انا وياكم طريقة العمل ونشوف شغلنا ان شاء الله يعجبكم. احبائي، اول ما ابدي حاخذ 2 من اللون البيجي، حاخذ 3 من اللون الماوي، هاي صاروا 5. انا كاول حلقة احتاج الى 20، ال20 تصير على 2 بيجي واثنين عفوا 3 ازرق. شوف عيني، هاي صارت 10 لحد الآن. تكرار 2 بيجي أو الأوف وايت و3 من اللون الأزرق، هاي صار 15، وحجي للأخيرة أيضا 2 وأيضا هنا 3. شوفوا أحبائي، هذا صار اللي أني ما أخذته على 2 بيجي ب3، المجموع 20. حجي اوصل الى نهاية الخيط اللي اني داريد اشتغل عليه. شوفوا احبائي، حبدي اربط الخيط من هنا، اكون لي اول دائرة، شوفوا حبايبي بهذا الشكل صارت عندي. شوفوا يا عيال، حبدي اعبر الابرة من هنا، هعبرها من هنا واطلعها من هاي يعني احسب اول 5، قصدي فوق الازرق اطلع من هنا. شوفوا عيني، حبدي اخذ 2 من البيجي، اخذ 3 من الازرق. هسه انا دا اكون لي ضل اضلع اخرى للدائره، كانه جهه موجوده عندي، هاي الثلاثه موجوده عندي، فلل20 الباقيه احتاج الى 17. لاحظوا هاي اول 5، تكرار حاخذ 2 ب3، هاي صارت 10. زين، هاي 2 بهاي 3، هاي صارت 15، بقالي 2 من البيجي، هاي صارت 17، فحتكون لي الدائره الثانيه. بس هاي الدائره الثانيه شوف الخيط منين طالع، انا حرجعها بهذا الشكل. شوفوا عيني بهذا الشكل. بس هسه شريد، شوفوا حبايبي، سواء كانت من اي وحده، خل ادير هاي عليكم حتى تشوفوها. هسه اريد اخلي هاي الحلقات اللي موجوده عندي بالدعاب والخرز، اريد اثبتها. شوفوا وياي، هسه انا الابره عندي طالعه من هنا، حمشي الابره الى حد اول وحده من الازرق اعبرها. شوفوا عيني، حبدي اخذ 1 ماوي، وحدة من الخرز الأزرق، تكرار 1 ماوي. شوفوا الخيط طالع عندي من هنا، حجي على هاي الوسطية بهذا الشكل، مجرد أعبر الأبرة. شوفوا عيني، هاي عبرت الأبرة من هنا بشكل الدائرة، هالشكل حيكون. زين، تكرار، هسه انا الخيط عندي طالع من هنا، تكرار حاخذ 1 ازرق، وحدة من الخرز الكبار شوية، تكرار 1 ازرق. شوف حجي اعبر الخيط من هنا، يعني من الماوي الوسطي. شوف هاي صارت الثانية، هسه تكرار ارجع من هنا، اخذ 1 ماوي، 1 من الخرز، وايضا 1 من الماوي، وارجع الى هاي الوسطية
الماوي. شوف بهذا الشكل. بس بعدين ابدي اجمعهم سويه تكرار. هاخذ واحد من الماوي، واحد من الازرق، واحد من الماوي، وارجع من نفس الدائره الاولانيه اللي انا اشتغلت عليها وارد اطلعها من هاي الخرز النمنمه. شوف عيني بهذا الشكل حتصير عندي. هسه حبدي المها، فحبدي ادخل الخيط من هنا. اريد تنتبهوا لي، شوفوا اعبر على الثانيه. اعبر بالثالثه، اعبر بالرابعه، وارجع تكرار بالاولى حتى سويه يلمون. شوفوا عيني، شوفوا بهذا الشكل صار عندي. هسه ارجع، شوف حبايبي، هسه ارجع من هنا وحطلع على الحافه واسحب الخيط. كل ما تحاولون تسحبون الخيط كل ما تبرز هاي الخرز لي فوق. شوفوا عيني، تكرار. حرجع من هنا هاي، بعدين الخيط الزايد افصل عنه. حبايبي باعوا تكرار هاي الثلاثه، مجرد تعبير بالخيط لا اكثر ولا اقل. شوفوا عيني، صار عندي هاي اول حلقه، الحلقه الوسطيه. الحلقه اللي بصفها همين راح تكون فارغه. شوفوا مثل النموذج اللي عندنا، اثنين فارغات الوسطيه نشتغل، بالعكس اثنين نشتغل هالوسطيه فارغه. المهم اذا هسه انا عندي حتكون الوسطيه العفو بالحافه فارغه، فحاخذ اثنين واخذ ثلاثه من الازرق، تكرار اثنين، تكرار ثلاثه. ايضا احتاج هنا الى 17، فهاي لحد الان عندي 10. اثنين بثلاثة، هاي صار 15، واثنين من البيجي. شوف حبايبي الخيط من هنا طالع، اذا اني من هنا اعبر الابرة. شوف احبائي بهذا الشكل صارت عندي هاي اول سرة من عندهم. بعدين حرجع الابرة من هنا، شوف حبايبي، واجي الى انه اني من هنا حبي اطلع لي دائرة اخرى، يعني تكرار احتاج 17، بس هاي الدائرة الاخرى حسوي بها هذا الشغل. بعدين اخذ اللي بصفها فارغة، اللي بصفها ارجع بها نفس الشغل، مثل ما تشوفون الشغل اللي موجود عندنا بالسوار الاصلي. يعني هو الشغل كله بسيط، مجرد تعبير بالابرة ما عدا هاي الخرز اللي تكون بالوسط، يراد نعبر بيناتها لا اكثر ولا اقل. فاني اكمل الى حد طول السوار اللي احنا نريده وارجع لكم ان شاء الله. اعزائي وصلنا الى نهاية الشغل مالتنا، الى الطول اللي احنا نريده مثل ما تشوفون عيني شكله. خليها الشكل اوضح لكم. فوصلت اخر شيء، كملت هاي الحلقة ورجعت الخيط الى حد هنا حتى اثبت بيه القفل مالته. هذا القفل عيني، شوفوا اياته، اخذته من هنا وحعبره بين الحلقات اللي موجودة عندي حتى اقدر اثبت عليه الشغل مالتنا. شوفوا يا عيني، خليته هنا مثل ما تشوفون شكله، وحرجعه. شوفوا الخيط طالع من هنا، حرجعه بنفس المكان اللي انا عبرته منه بهذا الشكل، حيدخل عندي بهاي المسافة اللي موجودة. الخيط اللي انا مستعملته هنا أنا كلش خيط قوي، الخرز عندي كبار، فاستعمل الخيط مال السبح يوالمها، هم عندي نفس اللون، وهمين تتحمل حجم الخرز اللي موجودة عندي هنا أنا. فسواء رجعت الخيط مرة اخرى او ما رجعته ما عندي مشكلة به هنا، لان هو اصلا الخيط يتحملها. احنا من الجهة الثانية بالبداية كنا خالين الزنجيل اللي حيثبت بيه، فان شاء الله حيكون شغلنا مضبوط. هاي شوفوا عيني، دا ارجع الابرة من هنا للاحتياط حتى ارد ارجعها مرة اخرى بالقفل وانهي الشغل مالتنا ان شاء الله.
شوفوا احبائي عدت شغل الخيط وحرجع تكرار منانة، واي مكان حيكون عندي بيه مجال فاني افصل اثبت الخيط من عنده، فهنا انا حبدي اثبته وافصل الخيط عنه. شوفوا احبائي حبدي اثبت الخيط مرتين وبعدين افصله عن الشغل مالتنا. هاي اول مرة وهاي المرة الثانية. شوف عيني انتهينا من عنده، خلي افصل الخيط اللي موجود عندي هنا. شوف احبائي هي هاي الفكرة مالتنا لهذا اليوم، فكرة سوار حلو ومرتب ومن مواد بسيطة متوفرة عندنا، وهي كلها كانت عندي بقايا سواء كان الخرز الازرق، النمنم الازرق او البيجي والى اخره، مو دائما نستعمل الذهبي او الفضي، خلي يكون فتشي عملي للقلعات العادية يعني مو الا المناسبات. اتمنى الفكرة عجبتكم اليوم، اتمنى تكونوا استفاديتوا من عندها، اتمنى الاشتراك بالقناة للي ما مشتركين ويشرفونا اول مرة، تفعيل الجرس حتى يوصلكم كل جديد، مشاركة الفيديو حتى اكبر قدر يستفادون من عنده، وشكرا جزيلا.